مساء الخير معمونة. مساء النور، شرفتيني. طبعا أنا دائما أجي هنا وأحس نفسي أنني في بالبيتي يعني. أهلا وسهلا فيك البيت. شكرا على ضيافتك دائما الجميلة. اليوم إيش معانا هنا في الطاولة؟ أول شيء عندك شاهي وكارت كيك مع كريم. كيكة الجزر. معمونة، إيش ذكرياتك مع الطفولة؟ متى تبدأ ذكرياتك مع الطفولة؟ طفولتي كانت صعبة. من إحنا يعني بالعائلة حقي، من إحنا 6 أشخاص، 3 بنات 3 أولاد. كبرت مع الوالد والوالدة، بيت صغير لحد الآن يعني ما غيرناش البيت. كنا كما تعرف يعني باليمن البيوت صغيرة، كنا إحنا 6 الأنفار ننام بغرفة واحدة. معانا دارة ومطبخ وحمام بس. بدأت أحب الطبيخ من صغري، لأنه كنت دائما أشوف الوالدة. فالوالدة هي تطبخ، كانت تأثرت. الله يذكرها بالخير، يحفظها يا رب. مرات الذكريات تجيب، نحن نتحسسك بالمشاعر كلها، ترجعك مشاعر كلها اللي كنت تعيشيها. صحيح، ما زلنا نعيشها. أحس نفسي أنني كبرت هنا عن اليمن. أيوة. فقد لي هنا يعني تقريبا 32 سنة. عندما بدأت الطبيخ كان عمري 9 سنين. أيوة. فتعرف يعني نحن باليمن 9 سنوات. فنحن باليمن يعني دائما الوالدة كانت تقول كل واحدة تأخذ زعم مناوبات للطبيخ. كنتوا كم بنات كنتوا؟ نحن 3 بنات بس. أيوة. أنا اعتبر أني كنت الوسط. أيوة. فأختي الكبيرة بعد ما توفى أبي توفى وأنا عمري 12 سنة. الله يرحمه ويسكنه في سيحة جناته. فبعدها نحن الأخوان تحملنا المسؤولية. 2 أخواني الكبار خرجوا من المدرسة وبدأوا يشتغلوا. أيوة. وأني بدأت أتحمل مسؤولية حق البيت. أيوة. لكن أول طبخة طبخت للعائلة كلها كان عمري 12 سنة، وكانت طبخة العيد. طبخة العيد؟ تعرف يعني طبخة العيد يعني زربيان. زربيان. ما شاء الله. لكن لما كنت صغيرة عمري 9 سنين كنت أروح مع الوالدة. كانت أمي تطبخ في مدرسة الكوادر الشبابية. كانت طباخة هناك. وتروح من الصباح لما تعمل فطور وغدا وعشاء. فتروح تعبانة لأنه نحنا خلاص نحنا نأخذ الدورية حق البيت. بس محل إجازات كنت أروح معاها أساعدها، يعني قشر بطاطا، قشر بصل، الثوم. بس لما تجلس تسوي جلسة تفرق معاها. فمن هناك أخذت الشوق والشغف للأكل. وبعدين خلاص يعني بدأت أعمل الأكلات وهكذا. بعدين كانت أمي بعد ما خرجت من الشغل، بدأت بعد ما توفى الوالد بدأت تأخذ المسؤولية أزيد. فكانت تعمل معبان في رمضان. معبان في رمضان سحور. فكنا نحن الأخوان. أيوة. نبتدي نعمل لها العجينة. فهي ما شاء الله عليها تبتدي بعد صلاة التراويح لمان وقت السحور. نحن آخر وجبة نأكلها وقت السحور، نحن أصحاب العائلة. بعدين كنا نحن أنا وأختي دائما نقول يلا بنعمل آخر وحدة لنفوسنا يعني. وتعلمت يعني الحمد لله. ما حسيتش إن هذا الشيء كان يعني متعب؟ إنه شوية ما يحبكش كثير بالطباخة ولا لا؟ بالعكس حسيتي إنه لا حبيت. أنا الوحيدة اللي يعني استمريت الطبيخ. لأنه دائما أحب أغير بعض الحاجات، ولا بس كانت طفولتي كثير صعبة. يعني كنت أروح من المدرسة وأنا كنت أدرس الابتدائي أطبخ معباس الجينجو، أسوي بطاطا بحمر، أسوي النارجين وأخرج جنب الباب وأبيع عشان أأكل أخواني الذي
أصغر مني، فكنت يعني مشهورين نحن معنا بالبيت حقنا، معنا أمي عودت نحن على هذا الشيء. فكنت خلاص روح من المدرسة عندي يعني مسؤولية، لأنه أنا بقيت الكبيرة بالبيت لأن أخواني راحوا يشتغلوا، فأني كنت يعني الكبيرة بالبيت، فكنت أشتغل وأبيع وأروح المدرسة وأروح. فالحمد لله يعني يعني بس دحين يعني بنات الآن مش عندهم هذا ال أكيد الجهد الكبير، بس إذا حصلوا من أهاليهم يعني، لأنه أول كان كلمة طباخ يعني البنت ما تشي تطبخ قولي طباخة. اللي دي كان يعني دائما بالبيوت إذا ما درستش تمام ولا صحيح. ما عملتش الواجبات حقيق دائما أمهاتنا إيش كانت تقول لنا إحنا؟ صح. آخرتك بالمطبخ. آخر وقتك بتروحي المطبخ. فعلاً. فبديك لسي بالمطبخ، لكن دحين يعني الشغف صار غير، صارت يعني مهنة الطباخة صارت حاجة جميلة بالمجتمع، تغيرت نظرة المجتمع. لا لا كثير كثير يعني، حتى بنتي الصغيرة ما قالت في البداية أوه نشتي أخذ كورس حق الطبخ، دخلت أنا وهي كورس. حلو. بعدين هي ما حبتش. أيوه. فهي أخذت الإيفنت مانجمنت. أيوه. فتقول لي ماما أنا حتى المدرس كان يقول أمك مجاهدة. أيوه. يعني بالصف تكون وأنا أدرس بنتك. بنتك ما شاء الله عليها، بتغني بتجري بتتكلم ماش يعني، امك تجي هي والشنطه حقها حق كنت قاعده يعني كنت لما كنت ادرس هنا بلندن دخلت باتستري كورس. انا تقليدي حق زمان يعني، لما نروح ممنوع داخل الصف تشيل القلص الكوفي حقي كلتي منتظمة، المدرس دخل خلاص كل شيء احترام المدرس احترام الوقت. يقول لي وقت الطبيخ خلاص كل شيء حقي مرتب يعني، الحمد لله يعني انني في يعني حتى لما شاف لما كان دخلت الكورس على اساس باخذ الفصل الاول. ايوه. هو قال لي ايش تعرفي تطبخي؟ وريت له حقي بدايه الانستغرام حقي. ايوه. قال لي انت مش لازم تكوني بالفصل الاول، انت لازم نحولك للفصل الثاني. فاخذني فصل ثاني وثالث. جميل. يعني ايش الكورسز، اسماء الكورس اللي عملتيها هنا؟ والله انا عملت كثير كورسز، اشتغلت كثير حاجات. ايوه. كل كورس اعمله كل شغله يروح لل الطبيخ. أوكي. اي شغل اشتغله اروح له. يعني الدورات اللي عملتيها كلها اخذتيها مختلفة. بس للطباخه كمان يعني اختصاص عملت طباخة. بعدين طباخه بس بالبدايه كنت عملت البيوتي. اشتغلت في صالون. عملت everything. فكنت اشتغل بالصالون، بس لما اروح الصالون لازم اشيل معي كيك بسكوت. الزباين حقي كانوا يقول لي منى انت ليش ما تبيعيش نحن لهذا؟ أيوه. فبدات بعدين ابيع، فبدات اشتهر من هناك شويه. أيوه. شويه بالمنطقه اللي كنت فيها. أيوه. وبعدها يعني هذا اللي خلاك تحوليها من هوايه لمهنه، انه الناس كلام الناس لطبيخك واكلك. أكثرهم الأجانب اللي شجعوني. فهمت. أيوة. أكثر الأجانب اللي شجعوني. أيوة. بس أكثر التشجيع ولا they push me يعني لازم تفعلي هذا زوجي وأولادي. حلو. بعد حق الطبيخ بعد البيوتي بعدها عملت صوصيز. حلو. فعملت يعني الفاس حق الامتحانات والبروجكت. أيوة. first project. فكل شيء كان ناجح بس ما عنديش الدخل عشان اكبر واللي هو فيه لو مجال يعني. أيوة. لقيت سوق يعني. أيوة. طلبوا مني بس. أيوة. ما كانش عندي السيولة يعني عشان يعني عملوا لي مجموعة كبيرة. أيوة. فهمت. لكن زي ايش ما اللي هو العمل الصوصيز الاكلات حقنا اليمنيه. أوكي. يعني فلما عملت البروجكت حقي فعملته لاصحاب الجامعات. ايوه.
للأمهات الذي يعملوا يعني يشتغلوا. أيوة. وعملت للأمهات الحوامل يعني اللي أكثرهم يعني. أيوة. لأنه تأخذي الصوص. أيوة. جاهز. أيوة. وتطبخي بس حقك اللحمة ولا الدجاج. تسكبي الصوص. أيوة. تخليه لمدة 5 إلى 7 دقائق يعني يأخذ الطعم حق اللحم ولا السمك. أيوة. ولا فهمت. وتقدمي مع الروز والصوص. ولا تعملي بصل يعني إيش تعملي فيها الكشنة كلها جاهزة كل شيء جاهز. كشنة يعني بصل بصل وكل شيء يعني كل شيء جاهز. يعني أنت ولا تعملي شيء ولا تقطعي له البصل ولا شيء يعني قدر كل شيء جاهز عليك. حلو. بس تعملي اللحمة حقك ولا الدجاج ولا السمك. أيوه. وتضيفي يعني هذا وجاهز مجهز. لما تبدأي تعملي مرة ثانية كلميني إن شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. يعني ايش ماما ايش يميز المطبخ اليمني؟ ايش الوجبات اللي عندكم في البيت يعني انتم تحبوها كأسرة؟ في الوجبات اليمنية هي مختلفة يعني. نحن عندنا ما شاء الله يعني اليمن كبيرة. أيوه. وكل منطقة لها اكلها. أيوه. ونحن نقول يعني كل صانع له مهنته. أيوه. يعني الاكلات العدنية مختلفة، الاكلات الحضرمية مختلفة، الأكلات التعزية مختلفة، الصنعانية، الإبية، الدمار، اليرين، كل منطقة مختصة بأكلها يعني. صحيح. نحن يعني مثلا لو أنا جيت أطبخ الأكلة الصنعانية. أيوه. ما بطلعهاش نفس الطمع من زي أهل زي أهل الصنعة. أيوه. يعني صلح الأكل أصحاب تعز ما بطلعهاش نفس الطعم. أيوه. نفس المذاق، نفس الحركة. أيوة. هي ذوق يعني. صحيح. هو يعني تقدري تسويها. أيوة. بس لو استمريتي عليها. أيوة. ولقيتي الشخص اللي بيدرسك عليها من البلد اللي هي. أيوة. بتتقنيها.